آثار التعذيب ظاهرة على كامل جسده. عذب بالكهرباء حتى تحول لون جسمه للأزرق. المختطف يحيى النمشة الذي وجدت أسرته ثقوباً على كفيه، ووفق رابطة أمهات المختطفين بحجة، فإن يحيى النشمة وزيد توفيا بسبب التعذيب الذي تعرض له في أحد سجون ميليشيا الحوثي بمحافظة عمران بعد اختطافهما قسراً من محافظة حجة قبل 3 أشهر. لقد تعرض الأستاذ يحيى النمشة للتعذيب الشديد حتى وجد أن كفاه مثقوبتان وجسمه تحول للون الأزرق، مما يدل على أنه علق عرض الحائط بمسامير اخترقت راحتي كفيه وصعق بالكهرباء حتى خرج الزبد من فمه. لم يكن النشمة سوى قصة واحدة من حالات تعذيب كثيرة للمختطفين لدى الحوثي، إذ رصد بيان أمهات المختطفين اختطاف الميليشيا لنحو 377 مواطناً وتغييبهم قسراً خلال الأحداث الماضية التي شهدتها محافظة حجة، والتي أدت إلى سيطرة الحوثي على بعض مديرياتها بقوة السلاح. أرشد الأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية والعالمية المهتمة بحقوق الإنسان بالتدخل السريع للتحقيق العاجل والشفاف فيما تقوم به الميليشيات الحوثية من تعذيب للمعتقلين. أمهات المختطفين التي حملت ميليشيا الحوثي كامل المسؤولية طالبت في بيانها بمعاقبة المتسببين في الانتهاكات والجرائم التي لحقت أبناءها المخفيين لدى الميليشيا، والتي وصلت إلى حد القتل تحت التعذيب. ووجهت الرابطة نداء للمجتمع الدولي بسرعة التدخل لإطلاق سراح بقية المختطفين دون قيد أو شرط. وفي ظل تقاعس الشرعية عن الدفاع عن المختطفين، لم يعد هناك من أمل لأمهاتهم سوى تدخل الأمم المتحدة لممارسة الضغط لإنقاذ حياة بقية المختطفين.